الآلية الجديدة لتحديد مواعيد استحقاقات الأسهم والتي تم تطبيقها في 21 مايو 2017. ما المقصود باستحقاقات الأسهم؟ المقصود باستحقاقات الأسهم هو الحقوق والأرباح الناتجة عن ملكية الأسهم، مثل توزيع الأرباح النقدية، توزيعات الأسهم، وحق الاكتتاب. وتتمثل الآلية الجديدة في قيام الشركات المدرجة بالإعلان عن 4 مواعيد هامة: تاريخ حيازة الأسهم، وهو اليوم الأخير للمتداول لشراء السهم أو الاحتفاظ به حتى يكون مقيدا في سجلات الشركة في يوم الاستحقاق للحصول على التوزيعات وغيرها من الحقوق. أما تاريخ تداول السهم دون استحقاق فيأتي بعد حيازة السهم بيوم واحد، والذي يتم فيه التعديل على سعر السهم فيما عدا الأرباح النقدية، ولن يحصل على التوزيعات من يشتري السهم في هذا اليوم وفقا لقواعد التداول. تاريخ الاستحقاق، وهو الذي يتم فيه تحديد المساهمين المقيدين بسجلات الشركة والمستحقين لتوزيع الأرباح. وأخيرا يأتي الموعد الرابع، وهو تاريخ التوزيع الذي يتم فيه توزيع الأرباح. على سبيل المثال، قام مجلس إدارة شركة بتحديد يوم الاثنين 26 يونيو كتاريخ للاستحقاق. اشترى عبد الله سهما في الشركة يوم الأربعاء 21 يونيو، أي قبل 3 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق، واحتفظ به حتى نهاية هذا اليوم. وفي يوم الخميس 22 يونيو، أي قبل 2 يوم من تاريخ الاستحقاق T-2، اشترى خالد سهما في نفس الشركة. عند تاريخ التوزيع في 5 يوليو سيتم توزيع الأرباح على عبد الله، أما خالد فلن يكون له حق الحصول على استحقاقات السهم لأنه غير مقيد بتاريخ الاستحقاق كونه اشترى السهم قبل 2 عمل منه. الأهداف الرئيسية من هذا التغيير تتمثل بالآتي: مواكبة الممارسات العالمية، ومنح المتداول مزيداً من الشفافية لاتخاذ قراره الاستثماري. أما الجدول الزمني لتحديد استحقاقات الأسهم يتمثل بالآتي: أولاً، توصية مجلس الإدارة، حيث أوجبت اللائحة مجلس الإدارة بتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع. ثانياً، إقرار الجمعية العامة للتوصية، حيث يجب على الجمعية العامة أن تقر توصية مجلس الإدارة، وفي حال تغيير رأس مال الشركة يتم تفويضها بتعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرارها قبل تاريخ الاستحقاق ب8 أيام عمل. ثالثاً، يجب على الشركة إعلان التالي: بعد الجمعية العامة وقبل 10 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق، تأكيد الجدول الزمني والتوزيع قبل 8 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.